هادي وي اليوم ماني عاملة غدا. مالك عاملة غدا اليوم؟ اليوم ماني طابخة. واي والله يا هادي ما بعرف، حسيت حالي ما إلي مروة، ما إلي جلدي على الطبخ اليوم. يعني شو بدك تفضلي؟ فشو رح ناكل؟ ناكل دجاج. دجاج ما اليوم جمعة، بيع الدجاج الوحيد الفريد اللي نحن بنحب ناكل من عنده اليوم بيكون مسكر. شو بنعمل؟ لك هالبيع الورد. والله زمان يا جوزي ما اشتريت لي وردة. أنا ما بشتري ورد. ليه؟ بحب أقطفها و دغري. يعني تكون طازة فريش. من الأرض؟ من الأرض؟ لصاحبة العلاقة. حياتي، بس معلش إذا اشتريت لي كمان يعني منه غلط. حسن انه كأنهن عم يبيعوا شي. عم يضحكوا علينا. مش عم يضحكوا، لا أنا الله يرزقهم، بس بحس كأنه يعني عم بيبيعوا شيء متوفر موجود. يعني في ورد عندنا، في ورد عند الجيران، في وين كان ورد. يعني انت بتقطف لي من هون من عن الرصيف وردي اوكي، بس انك تشتري لي ورده نو اوكي. ما بيمشي الحال. هو بيبيعوا ورد للي للعرسان الجديد او للعاشق والمعشوق. ايه يعني نحن رحت علينا هيك قصدك؟ سهل قيد الدرس مثل بيقولوا. ايه لحتى يصيدها ما يخليها. وبالورد بيصيدها؟ اوه لكن يا ماما الورد هو اللي بيصيد، هي الصناره الورده. والله في ناس ما بيبين فيها الورد، في ناس ما بتقبل الا مجوهرات والماس وذهب. لكن عن جد ما بعرف ليش البنات بشكل عام يعني لا بفضلوا وردي عن ذهب. انا من هول البنات، انا بحب الورده. بفضلوا الورده على الذهب والالماس والمجوهرات. ما بعرف ليش لها هالتاثير. يمكن يعني دايما حتى لما بيكون في شيء مناسبة ذكرى زواجنا او اي مناسبة تانية، يا هيدي ليش نسيت؟ دايما بتنسى دائما وابدا. يعني بتقلي والله يا ليلى انه خلاص بلا انه يعني على كل مناسبة الواحد بده يحتفل. انا بقلك جيب لي بس وردة، هي الوردة لحالها بتفرحني بتكفيني. ام انا فعلا بجيب لك وردة. من بعد ما شو؟ من بعد ما انا ذكرك. هلا بنرجع لموضوع الاساسي، شو بدنا ناكل اليوم؟ ما بعرف، بتعزميني ولا بيعزميك؟ كل واحد بيعزم حاله. بيدفع له. لا عن جد عن جد هادي، شو حناكل اليوم؟ عم يقولوا لي ليش بتقولي له هادي؟ ما بعرف انا كيف عم تطلع معي باللفظ، انا لانه لهجتي قلبت على اللهجه الطرابلسيه. على فكره انا يا هادي من اول ما تزوجنا على رده الاجر. ما بعرف اذا كل الناس بتعرف شو يعني ردة الاجر. يعني بعد 7 ايام العروس هي والعريس بيروحوا لبيت اهلها. اول زياره هذا من بعد العرس. لما رحت الكل قالوا لي لهجتك صايره طرابلسيه. من وقتها اخذنا اجرك رجعنا رديناه. ردة الاجر. لا عن جد من وقتها بيقولوا لي يا ليلى لهجتك طرابلسيه نمبر 1. فما بعرف انا كلمه هادي بيقولوا لي قولي هادي هادي. انا بقول هادي. فعالسرعة بتطلع هادي. هادي ما بتزبط معي اقلك هادي، بحسك هادي يعني رايق. خلص هادي بحس هذا اسمك هادي. اقلي عن جد شو حناكل؟ بتعرفي هادي عن جد اجتني فكرة، شو رأيك نروح على الطاعونية اللي بيبيعوا فيها سندويشات جاهزة؟ والله المرأة إذا بدها تريح حالها بتلاقي مليون مليون محل. بس يعني؟ ايه في هذا القسم اللي بيبيعوا فيه صمام دخان وهالقصص، بيبيعوا فيه كمان سندويشات، سندويشات اللي أنت بتحبهم. لكن والله هني أنا صراحة فكرة عجبتني، يعني إنه بي على الرف اللي عندهم على شو اسمه هذا بيبيعوا سندويشات جاهزة. ايه ايه جاهزة يعني. وسلطات جاهزة. سلطات ايه سلطات عجبتني كثير. يعني بتنقي السلطة اللي بتعجبك واللي انت بتسويها مثلا،
فيها جبنه ولا فيها طونه ولا فيها. كل ما بنمرق من هنيك بقول له لهيدي عن جد عبالي جرب، بس ما نروح شبعانين يعني، بنكون اكلين ورايحين. اليوم لا، اليوم هذا وقت عن جد يا هيدي جيعانين، ومحل الدجاج المفضل تبعنا مسكر وما بدي اطبخ، فتعال نروح ناكل هنيك ونجربهم 100%. اي بابا هيدي؟ نعم. ايش هو؟ شو هيدي؟ هيدا ماي. ما بعرف. ماي نجربه. يلا. شو رايك نجربه؟ عمي عمي فسر. شوفي قديش حقها بالاول. شوفها قديش حقها؟ ايه. عشرة آلاف ليرة. والله ما رخيصة ها. رجعها. خلينا نجرب نشوف شو هي. جربها؟ ما بعرف، حسيتها كأنها مي أنا، بس ما أنها غازية كتير. مي غازية. جربي يا شوفي. شو هي؟ نعم. فات نشرب. مرة. لا. علقة. كتير مرة. انت شفت مكوناتها؟ هي نكهة افيرفس. شو يعني؟ ما بعرف. هيدي ما بعرف فيها. عن جد لكي افيرفس. شو يعني ما بعرف؟ فرجيني. بس ابدا ما طيبة. لكي ابدا ما هلا هي قريبة للسفن اب على. انت شفتها اذا خالية من الكحول ولا لا؟ لا لا فيها كحول. لا. الكحول ما بيحطوه هون في محل خاص من الاشياء. مرة علقم. انا ما قدرت اتحمل طعمتها صراحه. كثير مره يا هيدي. ابدا ابدا. جربي شوفي مره ولا لا. مره لا ابدا. مثل اللي شو عامل، مثل اللي جايب الجريب فروت او الجريفون مثل ما قلتها بالفيديو قبل هلا. والقشر تاعه يعني قد ايه هو مر؟ لسه القشر امر. ما بدك اياها يعني؟ ما بدك اياها؟ لا مش بدي فرجيهم شغلة. هلا وصلنا للقسم اللي نحن اساسا جايين كرماله. بدي فرجيكم انا شو جايبه معي. فرجيهم انه انا حاطه براسي من انا وبالبيت. ايوه انا جاي لهون. شو هيدا؟ شو اكون معلق؟ شو حكي؟ يا الله. والله برافو عليكي. صحة وهنا ماما. والله برافو عليكي. فرح ناخذ يا هيدي اثنين تبولة. بتعرفي انا 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 غرامي هيك شغلات على فكرة. كثير بحب هيك الشيء. بس ما نقول لا خلينا. اشياء جاهزة كثير بحبها. بس هالمرة لا، بدنا ناخذ بريك. شو هن هدول؟ تبولة. تبولة؟ ايه. حناخذ اثنين تبولة. لك عاملين عرض خاص يعني حاطين الاثنين ببعضهم؟ ايه. بسعر ارخص. وشو حناخذ كمان يا هيدي؟ حناخذ هيدي. شو هيدا؟ سلطة عادية ولا عجبني بدك اياها؟ لا حتى عجبني. عجبني. خدي هيدي. تمام. سندويشات اي خدي. عجبني عجبني. عجبني؟ وين هي العجبني هيدي؟ هون عندك هيدي عجبني. هيدي؟ اي شوفوا قلبها. هلا رح فرجيكم اياها. هلا شوي تاني رح نقعد وافتح لكم اياها فرجيكم شو في بقلبها. لكن شو هيدي كمان؟ هيدي شيكين كيسر. هي مرة يمكن عملتها انا بالبيت، التوست مع توم مع بودرة التوم وجبنة البارميزان. اي عرفت مرة صحيح منتية. انتبه يا مودو. يا بابا هيدي. نعم. كل السندويشات. اي سندويشات؟ خلصنا سلطات وهذا خلصنا. ايه اخذت ثلاثة سلطات. هذا شو هون؟ هذا شو؟ هذا سلطة معكرونة مع خضار. معكرونة. بدك مع وهي لا 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 بدي معكرونة. هي معكرونة مع تونة. لا اخذتي لي عذرة؟ ايه. وين هي العذرة؟ اخذتها ولا ما اخذتها؟ لا هي يمكن. هاي؟ هي مع كراب. بدك اياها مع كراب؟ بتعرفي الكراب مني ضايقه ماني اكله قبل هلا. يعني ما بعرف شو طعمته. ما بعرف يعني بناخده مع كراب ولا ما بناخده مع كراب؟ والله ما بعرف. هيدا شو؟ هيدا لا هي السلطة العادية. السلطة العادية. طيب هيدي أي سندويشة حناخد؟ هيدي كراب. كراب ما بدي كراب. ما بدنا كراب. هيدي
تريبل تشيز يعني ثلاث انواع جبنه هاي. ما نحن جايين نتغدى ما بدنا ترويقه. هيدي شو؟ هالومي بيستو. بيستو؟ ايه يعني جبنه مع بيستو. ما بعرف شو رايك؟ ولا بتاخذ شيء صحي؟ لكن انا بفضل اذا كان في شيء على التونه بياخذ احسن. شو اخذتي ليلى؟ هيدي انا رايي في اشي على التونه ما بدي على التونه احيانا. انا بدي على التونه. اخذي لي على التونه. بدك على التونه؟ ايه اخذت وحده تشيكن كلوب واخذت كلوب ساندويش. بس شو يعني؟ الله اعلم. هلا بنروح بنفتح لهم بنعرف شو يعني. بدك على التونه؟ ايه ايه خذي. صاروا ثلاثه. بدك كاسترد مهلبيه؟ لا 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 هذا شو؟ ايه مغلي. انا كل ما بشوف المغلي بتذكر انك واعدني واعدني وخير. شو هالمغلي هذا؟ كثير شو هالمغلي هيدا؟ الساعة عم يغلي لهي هسه ما جمد مرق كثير. لا ما لا لا نحن ما بناكل المغلي هيك. ما لنا مصلحة ابدا. بس بتعرف الجلو يعني شكله بشهي. ناخذ جلو منبرد على قلبنا من بعد هون. لك عندنا جلو احسن من هذا. يعني هذا حق الجيلو الوحدة بدها حقها 20,000 28,000 ايه. وحق علبة الجيلو 15,000 بتعملي 4 كاسات. ما حياخذ جيلو. أخذت 3 ساندويتش وكم وحدة سلطة؟ 3. أخذنا 3 سلطة. فوالله أطيب غدا وأسهل غدا وما كثير غالي. يعني الساندويتش هون 45,000 وهيك 60,000. قد ايه 60,000؟ دولارين. على الدولار؟ دولارين. دولارين اليوم. كل 30,000 دولار. أقل أقل من دولارين كمان. شوي السلطة ب 40,000 يعني دولار وتلت. قد ايه ما بعرف. دولار وربع كمان. دولار وتلت وربع. لا تلت مصبوط. دولار وتلت 100%. فا أخذنا غدينا ورايحين نتغدى بقد ايه؟ ب 5 دولار ب 6 دولار نعمة كريم. يلا يا زيادة. لكن الصومون هونيك ليلى؟ واي هونيك؟ عن جد هيدي كثير بحبوا لهذا الصومون. ايه حبيبي ما بدي ميرا. هذا الصومون كثير طيب. كثير كثير طيب. وكثير غالي. 470,000. لا بلاها. ليكو نحن صحيح انه احيانا بنطلع ومنغنش حالنا بس البادجت بيكون مدروس. يعني سقفها كم دولار؟ مش هي 500,000 يعني كم دولار؟ 500,000؟ يعني 20 دولار. او بالاحرى 17 دولار هيك. مرت الجاي هلا ما نحرز. لكن كافيار ليلى كافيار عبالك؟ يعني لا بعرف طعمته ولا نديه قبل هلا ولا حبي اعرف طعمته وما بدي اعود حالي عليه ولا حبي اعرف طعمته كمان سعره غالي. فلكن اخذنا هول هول الاشياء اللي لقيناها. لسه بناخذ شيء ثاني يا هيدي؟ مبدئيا هلا لا هلا لانه كمان رجع. يلا رايحين جايين. هيدا نشوف طرطة. لا هيدا لا. لكن يلا ماشي نروح نجربه. يلا يلا خليني اخذ لنا كمان. يا عمي انا بدي اعرف مين بيشبع من هاي القنينه. لا لا خذ هي هيدي. خذ هي القنينه. مين بيشبع منها ما بعرف. هاي انت ما شاء الله لحالك بدك شي 10. انا اخذ هاي. هاي للزلم. هول هني يلي نحن نقيناهم. رجعنا زدنا عليهم ثلاث سندويشات. طبش كثير متحمسه ذوق طعمتهم نشوف شو طعمتهم. طيبين؟ لا رح نندم ما رح نندم. لكن هذا اسم الله كتار. نبلش اول شيء بالتبوله ولا بالساندويش؟ تبولي. انا حاسه رح ناكل شيء طيب اليوم. لكن لانه التبولي ما بتتاكل الا فيردي. شو ريحتها حلوه والله والله. شوفوا ست البيت لما بتكون ناويه عنيه شو بتعمل. شوفوا شو بتجيب معها بالجزدان. ليه وشو هيك بتجيب معها الشوك والمعالق. هلا هي التبولي شو بدها؟ بدها تحريك اول شيء. عن جد شو الريحه هيدي؟ كثير حلوه ريحة البقدونس. معقول حطي لي عطر الطبولة؟ مع البصل. هدول هي بالنهاية هو عادي سلطة وسندويشات. بس نحن هي أول تجربة يعني. قلنا عبالنا كل مرة بنيجي بنشوفهم بنكون آكلين وما بعرف شو. أنا حطيت براسي شي نهار بيكون ما جاي عبالي أعمل أكل. بجي لهون. لا يلا حاج هلا خليتي لنشوف لندور. عليتي لنا قلبنا. هات لنشوف. بسم الله. ما في ملح ابدا.
ما حركتهم منيح. بحركي منيح بس عم نحرك. بده ملح ما في ملح. ليكون كان في صلصات بالرف التحتاني كان لازم نجيب الصلصات. جبناهم بلا صلصات ما هيك؟ ليه هدي ما في ملح بالمرة؟ اه ما في لا ملح ولا حامض ولا زيت. كان في صلصات المفروض نجيبها. احنا ما جبنا الصلصات. اه هاد لدوق مستحيل. انا بقول لسه ما فيها. اه لا ملح لا حامض لا زيت. كان بدها صلصة. روح بجيب الصلصات يعني؟ روح بجيب الصلصات وتعال. معك حق. لكن نروح نجيب الصلصات. اجا هادي بعد طول انتظار. هول الصوصات. هول الصوصات؟ يلا افتحهم وتعال. ما بعرف شو محتواهم ولا ما كلهم. هلا نحن بنعرف. اه بس هدول بيطلعوا مع كل علبة من هيدي بيطلع وحدة انه بحق لك تاخذ وحدة يعني. عتبك على اللي أول مرة بجرب هيك أكل. يلا. رجع رجع يا هادي رجع العبوة قبل الاستعمال. هذا في نكهة الخردل فيه شوي صغيرة. هذا منو للتبولية هيدي؟ ما بعرف. أي وحدة للتبولية؟ بعتقد هاي لأنه فيها حامض وزيت. بسم الله بس. هلقد كفاية. حط للصحن التاني. هيدي ملاحظ شغلة؟ نعم. وين البرغل بالموضوع؟ ما في برغل. تبولي بلا برغل. برغل غالي. شو يا هيدي؟ ما بنصح حدا ياخدها ابدا. ما بننصح حدا ما تجربوها. يلا انا جعت. بيحب البقدونس وبندوره بدون اي شيء معه. بقدونس وبندوره او يجيب معه ملح والحامض والزيت وال كله يجيبه معه من البيت. من البيت احتياط يعني. اي وحده بنجرب هلا يا هيدي؟ هاي السلطه الثانيه. بدك جبنه؟ يلا. لا لا يعني شايف انا هيدي لهي. انا بقول هذا الصوص بس هيدي لا. شي تاني ما بعرف هذا شي تاني. انا شايف في عسل بقلبه. يا الله والله ما نعرفين شي من شي نحن لانه مش مكتوب على العلب يا هادي. ما تلوث حالك ابدا. جوزي عم يتفنن بالصوصات على التبولي وانا ما بقى فيني انطر. رح اجرب هيدي. انا جبت طونة. يلا ليكو شوفي بقلبها تفرجيكم مظبوط. شايفين شوفي بقلبها لحمة وشوية خس. انا حاسه كانه بلشت اندم على الخيار يلي اخترته اليوم. كيف؟ اكلت بس خبز. اللحمة ما اجت بتمي. جربي كلي لقمة تانية او اسحبي اللحمة. ايوه برافو عليك اسحبي اللحمة منها وخبرينا شو رايك فيها ليلى؟ مش انا اللي اكلت نصها، انا عم دوق هيدي لبين ما انا اكلت. انا شو رايك فيها؟ بس طيبة طيبة ايه. انا هيدي عجبتني. عجبتني وانا كمان. على لحمة عجبتني كثير. قبل شوي كان ستيك لحم عجل هلا توست بالتونة. هاي اختيار هيدي. هيدي انا نقيتها معك. اختيار هيدي، قلت له ما بدنا تونة. نحن بناكل تونة بالبيت بس يكون منيعين باكل، ما بدنا تونة. هات لشوف. يلا. كيف؟ كمان ما اجت التونة بتميك. نعم بلا. تونة تونة مع مايونيز وذرة. والله هاتينا نشوف. صحة وألف عافية. هرهرني هرهرت علي. لا شو بدك التونة طيب. طيب آه. شو هي ليلى؟ هذا تشيكن كلوب. كيسكو سافا دير تشيكن كلوب ما بعرف شكله حلو. هذه من هي أنا. أنت نقيتيها. يعني جايين بدنا ناكل دجاج لحمه. اجا جوزي دغري. هيدي انت نقيتيها اذا طلعت مالها طيبه. اما اذا طلعت طيبه على كل شكلها وحيط الله ما بيشهي. شكلها بيشهي عن جد. صحيح وهيك التوست ابيض. بسم الله. هيدي اكيد ما رح تجي الخبزي من هون بتمي. حتجي الخبزي بتمي. يلا جربي اعطينا رايك حتى نخبر المشاهدين اذا بنصحهم فيها ولا لا. كله طيب. طيب كله نقعات دجاج. ايه كله طيب. كمان دوقينا لنشوف. ما تهرهر عمالك. شو مشكلته انه بارد بس انه عم تاكلوا اكل بارد. طيب لا طيب يعني كان شاورما بارد فاهيتا بارد مكسيكانو بارد ما بعرف انه بيشبهوا هيك نكهات. صحيح بس بارد بس ما علم. في سبيل انه ناخذ بريك من المطبخ. انا قبلانه. انا بلشت اشبع يا هيدي. هيدي كلاب ساندويش. كلاب ساندويش؟ تعالوا افتح لكم اياها من قلبها. تعالوا تعالوا افتح لكم قلبها تتعرفوا. اه كلاب ساندويش يعني مارتديلا وجبنه. مارتديلا وجبنه. شايفين شو حاطين بقلبها؟ خيار وبندوره. خيار وبندوره وصوص مايونيز. ودوقي يا ليلى. يلا دوقي لنشوف كمان لحتى نبدي راينا.
طيبة؟ هيك بدنا نشوف؟ كالعادة يعني. هي للترويقة يعني على الإفطار. طيبة. طيبة. مقبولة. والله أنا مستمتعة كثير بهالتجربة هيدي. هيك بتحس تجربة جديدة. كأنك عم تفتحي هدايا مانك عارفة شو في بقلبها. ماني عارفة شو في بقلبها. هذا شو كان اسمه؟ تشيكن مايو. كسكسة بدي تشيكن مايو أنا ما بعرف. أكيد دجاج مع مايونيز يعني. مايونيز و اه دجاج و ومايونيز. دوقي يا ليلى. حتى نقرب الدجاج شوي لفوق لأنه عم يطلع بس الخبز بتمي. هلا أنت دوقي أول لقمة، أنا بدقتي لقمة بالسطعمة على طول أنا تاني مرة. شو؟ مثل ما قلت لكم نفس التعليق. والله؟ كله طيب. هاتي لنشوف. ألف عافية. كله طيب بشبع. أنا انتفخت ولسه على فكرة السلطة هي 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 ولسه التبولة والتبولة الثانية عن جد بشبع. ايه هادية؟ نعم. شو رأيك بهالتجربة يلي جربناها اليوم؟ والله يا مرتي تجربة رائعة يعني صراحة منيحة كتير وبشجع لي بس بشرط شو؟ يجيبوا معهم ملح وحمض. حياتي لأنه بالسلطات عن جد يعني ما توفقنا بالصوصات أبدا. حطينا صوص بقلبه يمكن مثل الدبس الرمان للتبولة وما كان في بقلبه برغل كمان. لا لا الصوصات موجودة عندهم ما بعرف ما بيلبق للسلطات اللي كحكي. نحن بنحب حامض وزيت زيتون. أو نحن متعودين عليها يمكن ما بعرف. إيه نحن منا متعودين عليها. فتجربة وعشناها وحبينا نعيشكم معنا. بس كساندويش إيه يعني. طيب. حب عيدة. أنا اعتراضي الوحيد على الساندويش إنه كان بارد، يعني بيقدر الواحد ياخده هلا إجمالا هيك ساندويشات وهيك سلطات يا هادي للناس الموظفة ايه للناس ايه ما بتشبه سلطاتك بتعملين أنت. إيه يعني ما إلها علاقة بالحياة تبعنا نحن يعني أكلاتنا الأشياء اللي نحن معودين عليها الطبخ الطنجرة على الغاز فهيدي الأكلات اللي فتنا فيها اليوم ما بتشبهنا أبدا بس قلنا عبالنا نجرب وجربنا والتوبة ما بقى عيدة. لا عم بمزح يعني في اشياء طيبه وعلى فكره نحن ما جربنا كل الساندويشات يعني في اشياء نحن ما قربنا منها هيك فاست فود يعني بالنهايه منه الواحد على طول يعني كل يوم رح ياكل منه او هذا لما مثلا والله ما جاء عبالي يعمل اكل ما جاء عبالي مثل اليوم انا ما كان جاء عبالي عن جد اني فوت على المطبخ فطلعت من البيت وانا حاطه المعالق والشوك بشنطتي مجهزه حالي يعني ف تجربه ببيع قهوه فرجي ايه والله بدنا قهوة مهاك؟ ايه والله يلا هلا مصف يعني لكان لبنا ما اجت القهوة بدي اختم الفيديو تبعنا لليوم بتمنى من كل قلبي تكونوا انبسطتوا معنا وتكون عجبتكم التجربة اذا عبالكم نرجع نعيدها بسندويشات نحن لسه ما جربناها وسلطات نحن كمان لسه ما جربناها اكتبولنا تحت بالكومنتات لانه فعلا هيدي في كذا نوع سندويش وكذا نوع سلطة نحن ما قربنا صوبهم يعني ما فينا نحكم نحن حكم عام فبتمنى من كل قلبي تكونوا انبسطتوا معنا اكتبوا لي بالكومنتات شو رايكم واذا عبالكم نعيدها اخر شيء بدي اقول لكم اني بحبكم كثير وبنلتقي بفيديو جديد باذن الله ويلا على قبرص على قبرص باي ببيع قهوه شاي نسكافيه كابوتشينو زهورات دخان اذا بتحبي تشربي دخان لا الحمد لله ما مندخن هلا شو عم يعملنا هون؟ عم بيعمل للولاد هوت شوكليت؟ اي والله حينبسطوا عليه ايه وانت شو بتشربي؟ انا بدي كمان هوت شوكليت هوت شوكليت كمان؟ اي والله بطلت عن القهوة صار اربعة يلا شكله بينتو بيجي طيب هذا شو؟ عشان حرك فيه هيدي هيدي انت كمان طلبت هوت شوكليت؟ اي والله والله نزلنا على اساس بدنا نشرب قهوه ولا عشان هيني هو عم يحط شو اسمه كيش تاعتها يعني والله حتى انا هيك انا كنت اشربها بسوريا بسموها ميلو ايه ميلو ميلو كثير طيبه هلا هون بلبنان يمكن ما بيعرفوا شو هو الميلو بيعرفوها نسكويك مثلا صحيح او هوت شوكليت نحن لانه كنا نروح على سوريا فبنعرف الميلو
تعالي مازن. شو عم تعمل يا بدوي انت؟ يسلموا. والله شكلها بشهي يا جماعة. هلا اكيد عم تسألوني ليلى شو سعرها؟ هيدي كل ثلاثة منها سعرها دولار واحد. الوحدة ب 10,000 لبناني. فكل ثلاثة سعرها دولار واحد. قدام هالبحر متمنيتكم لو كلكم كنتوا معي. سبحان الخلاق العظيم.